في كنيسة القديس إن أنا أبي شافع يطلب عنا كل حين بميوت أذكر عاش حياة البتولية الخدمة والمسؤولية في خدمة الأرثوذكسية بنيوت أبا كيرلو متحمل الأتعاب بنيوت أبا كيرلس أول أسقف لميلان للخدمة والبنيان جاء بكلمة الإيمان بنيوت أبا كيرلس اهتم بالطقوس بخدمة الرب يسوس وخلص كل النفوس بنيوت أبا كيرلس كان الراعي صار
تنساك من يوتا بكريلو دومك سنة دومك يا بينا فأحلاك يسوع ليجند أتاك بن يوتا بكريلو في السماء يشفع فينا يا بينا ورعينا عند يسوع فادينا سكرنا كل حين نحن وكل القائمين على برنامج أجمل خدام من يوم أفكر اللوس تسير اسمك في أفواه.